وش اي كائنات فضائيه، ونروح لهذا الخبر اللي نقلته جريده الوطن من موقع مترو البريطاني النهارده، ونشرت فيديو ان في مجموعه جديده من هيك بيقال انها بتظهر المخلوقات الفضائيه اللي وجدت بالقرب من حطام روزويل سنه 1947. معانا فيديو، خلينا نروح نشوف هذا الكائن الفضائي وبعدها نخرج فاصل وبعدين بعد كده نرجع نكمل مع حضراتكم جولتنا.